ذهب اولى ازدهارات استاذ عبد الله محمد حسن. طبعا في ادباء سبقوه، شمندوره 1968 محمد خليل قاسم، بعد كده 1990 روايه ثانيه كانت من النهر والجبل لحسن نور، الروايه الثالثه كانت الكشر مفتاح لحجاج الدول 92. فبقول له من من ادباء النوبه تاثرت بهم وتعجب كتاباته؟ بلا شك ان ادباء النوبه جاهدوا وكانهم يدقوا صح، وفعلا اول كاتب سابق شمندوره الاستاذ خالد خليل قاسم روايته فعلا روايه رائعه، وبيحكي عن المهجر يعني الهجره النوبيه والعادات والتقاليد النوبه، وان غلب عليه الطقوس النوبيه القديمه. طبعا ايضا الدودبة هو مفجر القضايا النوبيه، الدودبة دروجان يعني راح في امريكا وفعلا اخذ خطوه جريئه، ولكن كان صدى صدى قوي جدا، راح قال في امريكا يا جماعه القضيه النوبيه، فجر في امريكا القضيه النوبيه، فكان المجتمع صدم وفعلا بقى حكايات ازاي يعني فجر القضيه النوبيه وقالت الصح وما الى امريكا، وبالتالي كان سلبا وايجابا، ايجابا ان فعلا بين ان الناس دول فعلا لهم حقوق وكذا، سلبا الحكومه بدا يترص يعني يبص على الناس دول ازاي وما الى ذلك، والدول ده ما زال يعني حتى واحد سأل هو ساكن فين ولا راح فين؟ والله ما راح فين وساكن فين؟ فما زال يعني فعلا ده فجأة قريب. ايضا في شعراء نوبيين وفي كتاب نوبيين ومجاهدين صالح برضه شبه كاتب نوبي، وايضا له ندوات ثقافيه كثيره جدا، وايضا كتب عروس النيل له برضه روايات، فشقوا والاستاذ برضه سليمان جمال بن عميل برضه كتب فيما بعد بعد الروايه الشمندوره برضه صفحات من الشمندوره. اشتركوا